سأبدأ من هذه اللقطة في سورة الأنبياء وفي الآية 95 بعد البسملة من السورة. وحرام على قرية أهلكناها. ما هو هذا الحرام؟ ما هو هذا المنع؟ وحرام على قرية أهلكناها. المراد القرى والأمم التي نزل عليها العذاب الإلهي فأبادها، مثلما نزل على قوم هود، إنهم قوم عاد على سبيل المثال. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هذا قانون من قوانين الرجعة. الأمم التي عذبت ليس لها من حظ في مرحلة الرجعة العظيمة، لأن الآية تتحدث عن عدم رجوعهم، فليس المراد من عدم رجوعهم أنهم لا يرجعون يوم القيامة. بديهي من أن الجميع سيرجعون يوم القيامة، إنه اليوم الثالث من أيام الله، من الأيام المحمدية، فالجميع سيحشرون، حتى الوحوش كما في سورة التكوير: وإذا الوحوش حشرت. وإنما لا يرجعون في مرحلة الرجعة العظيمة. فهذا قانون من قوانين الرجعة. يقتضي أن نتدبر وأن نقف في فناء هذا القانون. لماذا هناك منع مطلق من أن يعودوا؟ لأن الرجعة مساحة يتحرك فيها قانون البداء. يمكن للناس الذين سيعودون في مرحلة الرجعة، يمكن للناس بحكم أعمالهم وسيرتهم أن يغيروا من مصيرهم. فقانون البداء قانون حاكم على كل القوانين. القانون الأعلى الذي يعلو على قانون البداء وذل كل شيء لكم ولاية المعصوم. فقانون البداء خاضع لولاية المعصوم، وذل كل شيء لكم، هكذا نقرأ في قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة.
الأمم التي هلكت بالعذاب كقوم عاد كقوم ثمود وسائر الأقوام الأخرى التي هلكت بالعذاب الإلهي العام، هذه الأمم لا يشملها قانون البدع، لأن العذاب حين نزل عليهم بحسب الشروط والموازين الربانية فليس هناك من احتمال لتغيير مصيرهم الأخروي. أما في مرحلة الرجعة هذا المجال موجود، بإمكان الإنسان أن يغير مصيره، لكنه هل سيتحرك الإنسان بهذا الاتجاه أم أنه سيبقى مكابرا معاندا ملتصقا بالجهة التي كان ملتصقا بها في مرحلة ما قبل الرجعة؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أما القرى الشعوب الأمم التي لم يقضى عليها بالعذاب الإلهي سيعود منها من محض الإيمان ومن محض الكفر، سيعود عائدون من هذه الأمم وسيكون لهم حظ في مرحلة الرجعة العظيمة. هذه هي الحكمة من هذا الحكم، من هذا القانون. وحرام، هذا التحريم تحريم تكويني وليس تحريما تشريعيا. الأمم التي قضت بالعذاب الإلهي تكوينا لا تستطيع أن تعيش في مرحلة الرجعة العظيمة. لماذا؟ لأن في مرحلة الرجعة هناك عملية كسر للطينة، عملية تنقية، هناك مساحة لقانون البداء، بينما تلك الأمم التي نزل عليها العذاب الإلهي وأطبق عليها فلا مجال لتطبيقات قانون البداء فيما يرتبط بأحوالها، فإن العذاب ما نزل إلا وأن طينتهم قد صارت خبيثة في أسوأ حالات خبثها وفي أقبح درجات خستها ودناءتها، فطينة صارت خبيثة لا مجال بأي وجه من الوجوه التكوينية أن تتغير خباثة هذه الطينة. من هنا نزل العذاب الإلهي، ولذا فهناك تحريم تكويني
من جهة أن هذه الأمم تكوينا لا تستطيع أن تعيش وأن تعود في مرحلة الرجعة العظيمة. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ماذا يقول آل محمد؟ هذا هو تفسير القمي، جامع من جوامع أحاديثهم التفسيرية، وهذه الطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 432 بسند علي ابن إبراهيم القمي عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وعن إمامنا الباقر أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد ابن مسلم يروي عن الإمامين، عن الباقر وعن الصادق صلوات الله عليهما: كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة. قاعدة واضحة وواضحة جدا. فهذه الآية يتحدثان صلوات الله عليهما عن الآية التي تلوتها عليكم من سورة الأنبياء، فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة. لأن أحدا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة من هلك بعذاب إلهي ومن لم يهلك، فهذا أمر يعرفه كل الذين يقولون نحن على دين الإسلام، الجميع سيحشرون يوم القيامة، الأمم التي هلكت بالعذاب والأمم التي لم ينزل عليها العذاب الإلهي، صالحها وطالحها. ولذا فالإمامان الباقر والصادق صلوات الله عليهما يقولان: فهذه الآية وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة. قلت لكم في الحلقات المتقدمة من أن القرآن تحدث كثيرا 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 في الرجعة وأحوالها وشؤونها. أنتم لستم على اطلاع على هذه العقيدة العظيمة؟ تلك مشكلتكم، ومشكلتكم في الحقيقة ليست نابعة منكم ولا من آبائكم ولا من أمهاتكم، مشكلتكم نابعة من النجف، من هذه العمائم الكبيرة، من عمائم آيات الله العظمى. أولئك الذين قدموا لكم دينا ناصبيا مخالفا لثقافة القرآن وحقائق القرآن بحسب تفسير علي وآل علي،
هكذا بايعنا في الغدير، ولكن ماذا نصنع لأولئك السفهاء الذين جنحوا عن منهج السلف الصالح وذهبوا بعيدا حتى نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كما وصفهم صاحب الأمر الذي يدعون كذبا وزورا ودجلا أنهم نوابه وهم لا يفقهون شيئا من دينه ولا من عقيدته. أي نوابنا هؤلاء؟ إما أن صاحب الزمان أكذوبة لا وجود له، وإما أنه سفيه وغبي حتى ينصب نوابا سفهاء وأغبياء لا يعرفون عقيدة الذي نصبهم نوابا عنه، وهم نواب في الدين وهو إمام في الدين. وإما أن الإمام ليس كذلك وهو ليس كذلك، إنما هؤلاء كذابون دجالون سفهاء أغبياء، وهذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل.